تلميذ سنة أولى ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية المدنية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، ضع ص أمام الإجابة الصحيحة وخ أمام الإجابة الخاطئة. إذا وجدنا إجابة صحيحة أكتب ص، إذا وجدت إجابة خاطئة أكتب خ. واحد، توجد نقود ورقية فقط. أعيد، توجد نقود ورقية فقط. أحسنتم، خطأ، أكتب خ. لماذا؟ توجد نقود ورقية ومعدنية فقط، خطأ. من وثائق هويتي البطاقة المدرسية. من وثائق هويتي البطاقة المدرسية. أحسنتم، صحيح. البطاقة المدرسية من وثائق هويتي. من وثائق هويتي دفتر القسم. من وثائق هويتي دفتر القسم. جيد، خطأ. دفتر القسم ليس من وثائق الهوية. دفتر القسم، كتاب الرياضيات مثلا، كتاب التربية المدنية، كلها ليست من وثائق هويتي. عبد الحميد بن باديس هو من ألف النشيد الوطني. عبد الحميد بن باديس هو من ألف النشيد الوطني. أحسنتم، خطأ. من الذي ألف النشيد الوطني؟ هو، جيد، مفدي زكريا، ليس عبد الحميد بن باديس. جواز السفر من وثائق الهوية. أحسنتم، صحيح. نراجع، توجد نقود ورقية، خطأ، فقط خطأ، لأن توجد ورقية ومعدنية. بطاقة المدرسية هي من وثائق هويتي. دفتر القسم ليس من وثائق هويتي. عبد الحميد بن باديس ليس هو الذي ألف النشيد الوطني. وجواز السفر من وثائق هويتي. ننتقل إلى التمرين الثاني. اربط بما يناسب. العملة الوطنية هي مفدي زكريا. النشيد الوطني اسمه. هنا مؤلف النشيد الوطني قسم الدينار. اربط كل جملة بما يناسبها. مصطلح. إذن العملة الوطنية هي، أحسنتم، الدينار الجزائري. نربطها مع الدينار. مفدي زكريا، أحسنتم، مؤلف النشيد الوطني، هو الذي ألف النشيد الوطني، اسمه مفدي زكريا. ثالثا، النشيد الوطني اسمه، أحسنتم، قسما. نراجع، العملة الوطنية هي الدينار الجزائري. مفدي زكريا مؤلف النشيد الوطني، واسم النشيد الوطني قسما. ننتقل إلى التمرين الثالث. ضع علامة إكس أو في أو هذا الرمز أمام الأشكال والألوان الموجودة في عالم وطني. إذا العالم الوطني فيه أشكال وفيه ألوان. إذا وجدنا الشكل موجود في العالم الوطني أضع هذا الرمز، وإذا لم غير موجود في العالم الوطني لا أضع. إذا لدينا الأشكال ولدينا الألوان. أشكال، هلال، مستطيل، مثلة، نجمة. ألوان، الأخضر، الأزرق، الأحمر والأبيض. إذن الهلال، هلال موجود في العالم الوطني. أحسنتم، نعم، العالم الوطني فيه هلال. فيه مستطيل، مستطيل كما هذا، مثل هذا. أحسنتم، العالم الوطني فيه مستطيل. هل فيه مثلث؟ مثلث، العالم الوطني فيه مثلث؟ لا، لا يوجد مثلث في العالم الوطني. نجمة، أحسنتم، يوجد نجمة. ننتقل إلى الألوان. الأخضر، لون الأخضر موجود في العالم الوطني؟ أحسنتم، نعم. اللون الأزرق، جيد، لا يوجد في العالم الوطني. اللون الأحمر، أحسنتم، موجود في العالم الوطني. والأبيض، جيد، كذلك موجود في العالم الوطني. إذن الأشكال الموجودة في العالم الوطني هي هلال، مستطيل، نجمة. والألوان الموجودة في العالم الوطني الأخضر، الأحمر و الأبيض. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد،
وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.